فضيلة الشيخ عطية، شاع في هذه الأيام ظاهرة تجنيد المرأة في الشرطة والجيش، وما يستتبع ذلك من المبيت خارج المنزل والسفر إلى أماكن بعيدة، فما رأي الدين في ذلك؟ إذا كان هناك اتفاق على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب سواء في الذكور والإناث، فإن أعمال الحرب والأمن أولى أن يليها الرجال، ولكن عند الضرورة أو الحاجة لا مانع من قيام المرأة بأعمال في هذين المجالين تكون بعيدة عن الأخطار بكل أنواعها الجسمية والخلقية وغيرها، ومع الحفاظ على كل الآداب الشرعية المعروفة. إن الجهاد لم يفرض على النساء إذا كان فرض كفاية يقوم به الرجال، وذلك تخفيفا عليهن وصيانة لهن من الأخطار كالسبي وما يمس كرامتها. أما إن كان الجهاد والانصراف في الجيش فرض عين فهن داخلات في التكليف به. لقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجاهد كالرجال، فقال لها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، كما رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن لهن بالخروج للجهاد بعد فرض الحجاب إلا في أضيق الحدود، وذلك في أعمال خفيفة لا مخاطرة فيها كسقي العطاش ونقل المرضى وإسعافهم مع حملهن للسلاح للدفاع عن أنفسهن عند الضرورة، كأم سليم وصفية بنت عبد المطلب. وصحت بذلك الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحب معه بعض نسائه في الغزوات كما رواه البخاري. وفي مجال الشرطة لا بأس عند الحاجة أن تقوم بأعمال كتابية أو صحية أو غيرها تتناسب مع استعدادها، مع الحفاظ على كل الآداب وعدم إهمال الواجبات الأساسية عليها في الأسرة. وأما ما جاء في السؤال من السفر والمبيت وغير ذلك فقد علم حكمه في الإجابات السابقة، والله أعلم.